السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، في مشكلة جديدة عم تصير بجوجل أدسنس بعد ما عم تقدموا الطلب مشان ياخذوا معلومات الضريبية عنكم مشان ما تدفعوا ضرائب على المصاري بتجيكم من جوجل أدسنس. هلأ صار في رسالة جديدة عم يبعثوا لكم إياها، إنه مثل ما عم شوف فرج هون عندي شو عم يقولوا لكم، مطلوب اتخاذ إجراء إعادة إرسال معلومات الضريبية بحلول تاريخ معين حاطين، تمام؟ وهون عم يقولوا لكم إنه لقد راجعنا نموذج الضريبي ولم نتمكن من المصادقة عليه بسبب عدم تطابق الأسماء. تم رصد عدم تطابق في الأسماء لأن الاسم المرتبط بحساب أدسنس يختلف عن الأسماء التي تم تقديمها في النموذج الضريبي. يرجى اتخاذ الإجراء المذكور أدناه بحلول تاريخ كذا وكذا وكذا، تمام؟ هلا هي الرسالة عم تيجي لمين؟ للناس يلي بتكون مقدمة البيان الضريبي تبع جوجل أدسنس اللي عملتها هي الطلب، تمام؟ فبعد ما تبعتوا انتو هذا الطلب لجوجل أدسنس، جوجل أدسنس بيطلعوا انه الاسم على الطلب اللي انتو حاطينه الاسم بالانجليزي والمعلومات بالانجليزي، تمام؟ وانتم بتكونوا حاطين المعلومات تبعكم بحساب جوجل أدسنس بالعربي، تمام؟ فلهذا السبب يبعتوكم هاي الرسالة بيقولوا لكم انه يرجى مراجعة تعديل الاسماء والقصص هي كلها، تمام؟ فانتم هون بهالحالة شو لازم تساوي؟ بهالحالة لازم تروحوا وتفوتوا على جوجل أدسنس مشان تعدلوا الاسم تبعكم المحطوط بجوجل أدسنس والمعلومات المحطوطة بجوجل أدسنس، وتقارنوا بين المعلومات اللي موجودة بالاسم والمعلومات اللي موجودة بالبيان الضريبي اللي انتو قدمتوه لشركة جوجل، تمام؟ هلأ رح أورجيكم أنا بالفيديو كيف منلاقي حل الموضوع هذا وكيف منحل هاي المشكلة، تمام؟ يلا خلينا نروح نشوف. لازم طبعا نفوت على جوجل ونكتب جوجل أدسنس مشان نفوت على الحساب جوجل أدسنس تبعنا، هو مكتوب انملدونج جوجل أدسنس يعني تسجيل دخول في جوجل أدسنس، هنفوت عليها هلا بعد ما فتحنا على جوجل أدسنس. مثل ما كنتم شايفين هون تفتح لنا الصفحه هي الرئيسيه، فنحن شو لازم نساوي؟ لازم نفوت على الثلاث خطوط الموجودين هون، بعدين بنفوت على كلمة الدفعات، شايفين كلمة الدفعات؟ بعد ما فوت على كلمة الدفعات في عنا هون شيء اسمه اعدادات، ادارة الاعدادات، ماشي؟ بنفوت على كلمة ادارة الاعدادات، تمام. هلا بعد ما فتنا على ادارة الاعدادات مثل ما كنتم شايفين فوتنا هون على الاعدادات تبع الحساب تبعنا بجوجل أدسنس، تمام؟ فنحن شو لازم نساوي؟ هلا بيكون موجود عندنا هون نحن كلمة الاسم والعنوان، تفرجوا هون بيكون مكتوب، بيكون الاسم والعنوان، ماشي؟ فنحن هون احيانا بيكون الناس حاطين الاسم والعنوان تبعهم بالعربي، تمام؟ بهذا المكان بيكون محطوط بالعربي. هلا انا مغطي الاسماء والمعلومات لانه هي معلومات خاصة، تمام؟ فبيكون هون محطوط الاسم والعنوان والقصص كلها بالعربي، وتحت عند المعلومات الضريبيه في الولايات المتحده هون وقت انتم بتقدموا النموذج بتقدموا الطلب لبيان الضريبي لشركه جوجل أدسنس بتحطوا معلومات كلها بالانجليزي، اسمكم وعنوانكم والامور كلها تحت، فانتم بتكونوا هون بعتين المعلومات كلها بالانجليزي وهون بحسابكم يكون محطوط المعلومات بالعربي. لهذا السبب يبعثوا لكم هي الرسالة بيقولوا لكم انه رجاء رجعوا تحققوا من الاسم تبع حسابكم لانه غير متطابق مع البيان اللي بعتوني اياه للضريبة، تمام؟ لهذا السبب يبعثوا لكم هي الرسالة. فانتوا شو لازم تعملوا بهي الحالة؟ بتفوتوا على كلمة الاسم والعنوان، تفرجوا شو مكتوب هون، مكتوب هون الاسم والعنوان وهون في اشارة القلم، تمام؟ نكبس على اشارة القلم، هون بقى بتفوتوا بتعدلوا الاسم، الاسم اذا كان بالعربي بتحطوه بالانجليزي
واذا كان العنوان محطوط بال اللهم صل على سيدنا محمد بالعربي كمان بتحطوه بالانجليزي، بتحطوه مثل ما الموجود هون بالبيان ملك المعلومات الضريبيه في الولايات المتحده. كيف انتم قدمتوا هون الطلب بتحطوا المعلومات نفس الموجوده هون باسمكم، يعني بيتطابقوا الاثنين مثل يعني مثل بعض، ما بيختلفوا عن بعض. تمام، بعد ما بتحطوا المعلومات كلها وبتعدلوها وبتظبطوا الموضوع كلياته، هات هون بقى ان شاء الله بتزبط اموركم وبيمشي الحال. وخلال 12 يوم بيتعدل الموضوع وبيرجعوا يبعثوا لكم رساله انه تم تعديل الاسم وتم مطابقه المعلومات، وبعدين بقى بتستمروا وبتتابعوا شو الارشادات اللي بيقولوا لكم اياها شركه جوجل ادسنس. تمام حبايبي، بصراحه هي المشكله عم تواجه بعض الناس، كثير عم تواجهون يعني القصه هاي وما عم يعرفوا شو الحل. هاي الحل صار بين ايديكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، رجاءا اللي ما مشترك بالقناه يشترك بالقناه ويعمل لنا لايك ويشارك الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. شكرا لكم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.